متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير إليكم. نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع نبدأها بتوقعات الأحوال الجوية اليوم الأحد. تبقى فرص الأمطار الرعدية قائمة على سلسلة المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، تشمل بذلك مرتفعات جازان وأحيانا مرتفعات أبها والباح، وربما أيضا تشمل بذلك مرتفعات عسير. الأجواء تبقى حارة بشكل لافت في أغلب وباقي مناطق المملكة، تكون في المناطق الشمالية 42، في تبوك 41، في العاصمة 44، في جدة 38 درجة مئوية، 27 درجة مئوية فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، و44 درجة مئوية في الدمام وشرقي المملكة. يوم الاثنين تبقى فرص الأمطار الرعدية قائمة، لا تغييرات هامة تذكر على الحالة الجوية في باقي المناطق، الطقس يكون شديد الحرارة في أغلب ومعظم مناطق المملكة، وتبقى فرص الأمطار الرعدية قائمة في مرتفعات جنوب غرب المملكة. يوم الثلاثاء يتوقع أن تواصل درجات حرارة ارتفاعها بعض الشيء خاصة في المنطقتين الشمالية والشرقية، تسجل المناطق الشمالية 44 درجة مئوية وتكون 45 درجة مئوية في الدمام، تبقى في الرياض حوالي 44 درجة مئوية والأجواء شديدة الحرارة، في تبوك 42 درجة مئوية، في جدة 36، وتبقى فرص الأمطار الرعدية قائمة في مرتفعات جنوب غرب المملكة مع عظمى متوقعة 27 درجة مئوية. طبعا هذه الأمطار الرعدية دائما تكون موجودة في جبال جنوب الغرب المملكة، قادرة أحيانا غزارتها على إحداث تشكل للسيول وجريان الأودية في المنحدرات في تلك المناطق. يوم الأربعاء يتوقع أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها في المناطق الشمالية مع أجواء مغبرة مرتقبة في تلك المناطق، تصل إلى 46 درجة مئوية في تلك المناطق، 42 درجة مئوية في تبوك، تبقى 44 درجة مئوية في العاصمة الرياض، 45 درجة مئوية في المنطقة الشرقية، 26 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة، مع بقاء فرص الأمطار الرعدية قائمة، وتكون 37 درجة مئوية في المنطقة الغربية تحديدا في مدينة جدة. يوم الخميس يتوقع أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها اللافت في المنطقة الشمالية، تتأثر تلك المناطق بموجة حارة تشمل في ذلك الحدود الشمالية ومناطق عرعر، حيث تصل إلى 47 درجة مئوية في ساعات النهار، تكون 46 درجة مئوية في كل من الدمام والمنطقة الشرقية بالإضافة للعاصمة الرياض، والأجواء هناك أيضا لاهبة. 41 درجة مئوية متوقعة في تبوك، و37 درجة مئوية في مدينة جدة، وهناك أمطار رعدية قد تكون غزيرة مرتقبة فوق جبال جنوب غرب المملكة مع تراجع درجة الحرارة إلى 25 درجة مئوية في ساعات النهار. ونختم توقعات هذا الأسبوع بالمزيد من الارتفاع لدرجات الحرارة في المنطقة الوسطى والشمالية، إذ تناهز درجات الحرارة حاجز 47 درجة مئوية في العاصمة الرياض، وفي المنطقة الشمالية تكون 45، في حين تتراجع درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية في المنطقة الشرقية، 35 درجة مئوية تكون درجة الحرارة في جدة، و40 درجة مئوية في منطقة تبوك، وتكون 25 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة، مع بقاء فرص الأمطار الرعدية قائمة بشكل يومي في تلك المناطق. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.